السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الخامس الأحيائي، أهلا وسهلا بكم في سلسلة الدروس الإلكترونية لمجموعة العميد التعليمية ثانوية العميد. موضوع الدرس إن شاء الله هو اليوم انتقال لعاز العصبي، وهو درس تكميلي للدرس السابق والذي كان بعنوان الإحساس في النبات والجهاز العصبي. تعرفنا على الجهاز العصبي وتعرفنا على الإحساس في النبات، وقلنا هنالك إحساسات للنبات قد تكون موجبة أو سالبة بما أنه هي لا تمتلك الدماغ أو الجهاز العصبي، ولكن انتحاءات بفعل هرمونات واستجابات كيميائية وميكانيكية. أما الجهاز العصبي تناولناه بأنه هو جهاز معقد، وسبب التعقيد يعود إلى وجود الخلايا العصبية. واليوم إن شاء الله راح نتناول كيفية انتقال لعاز العصبي خلال هذه الخلايا العصبية. نبدأ درسنا إن شاء الله بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. النتاجات التعليمية للدرس اليوم، نتوقع من الطلبة بعد نهاية الدرس أو الفيديو أن يكونون قادرين على أنه يحددون آلية انتقال لعاز العصبي، وتوضيح معنى الحافز العصبي، توضيح مفهوم قانون الكل أو لا شيء التابع للجهاز العصبي أيضا، وإيجاز عملية مرور الحافز العصبي في الليف العصبي، وتعريف مضخة الصوديوم، وتفسير سبب وصول أيونات الصوديوم إلى الصفر في حالة جهد الراحة، وتركيب مضخة الصوديوم وأهميتها. خلينا نسترجع ما أخذناه بالدرس السابق اللي هو الخلية العصبية، والتي كانت هي الوحدة الوظيفية للجهاز العصبي. تناولنا أنواعها أو أشكالها حسب وجود الأقطاب، كانت وحيدة القطب، ثنائية القطب، وعديدة أو متعددة الأقطاب. والدرس اليوم إن شاء الله يعتمد على وجود هذه الأقطاب ما بين الخلايا، حيث هنالك إقطاء أقطاب وزيادة استقطاب وعودة استقطاب، وأيضا جهد فرق تابع لهذه الأقطاب. الجهاز العصبي المركزي بشكل عام هو هنالك المركزي والمحيطي، وهنالك النخاع الشوكي، وكيف يرسل الإيعاز لحركة ذلك الجسم. شوف هنا كيفية انتقال التيار الكهربائي أو العصبي خلال الألياف العصبية ومن ثم الألياف العضلية وحدوث حركة لذلك الجزء أو الجسم. نعم، خلينا نشوف تعريف الإيعاز العصبي أو الحافز العصبي قبل لنأخذ آليات حدوث أو انتقال هذا الإيعاز العصبي ما بين الأعضاء أو الخلايا. ما هو الجهاز أو ما هو الإيعاز العصبي؟ هو رسالة كهروكيميائية، وهو يمثل الأساس الوظيفي لجميع أنشطة الجهاز العصبي. ما معنى كهروكيميائية؟ أي يحتاج إلى وجود كهرباء، واللي هي شحنات داخل الجسم معتمدة على أيونات الصوديوم والبوتاسيوم بالإضافة إلى الكلوريد. كيميائية تحتاج إلى ATP، طاقة وتفاعلات تؤدي إلى حركة هذه الخلايا فيما بينها وإنتاج ردود الفعل. إذن هو رسالة عصبية كهروكيميائية، وهو الأساسي والوظيفي لجميع أنشطة الجهاز العصبي. نعم، آلية انتقال لعاز العصبي راح تكون بإحدى أو راح تكون على شكل متسلسلة، هي تولد لعاز العصبي في البدء، ومن ثم انتقاله على امتداد الليف العصبي، وبانتقاله أيضا بين خليتين عصبيتين. إذن يتولد في البداية لعاز العصبي، ينتقل على امتداد الليف العصبي، وينتقل بين خليتين عصبيتين مسببا استجابة لذلك الجزء أو العضو للحركة العصبية. نعم، نأتي إلى قانون الكل أو اللا شيء قبل لا نروح إلى الآليات الانتقال ونشرح كل واحدة مفصلة. قانون الكل أو اللا شيء ماذا يعني؟ يعني أنه أما أن يقوم الليف العصبي بتوصيل لعاز العصبي أو لا يقوم بالتوصيل، ولا يوجد أمر وسط بينهما. يعني مو مثلا أحد يروح مثلا خلينا نقول استشارة طبية أنه أنا عندي حساسية من هذا الطعام، فأنه يسأله لماذا تناولت هذا الطعام إذا أنت تمتلك حساسية تجاه هذا النوع من الأغذية، فيجاوب المريض لا والله يعني ما تناولت إلا ربع كيلو أو القليل من عنده. هذا هنا ما يصير بالإعاز العصبي. أما يصير انتقال لعاز العصبي يعني واستجابة أو ما تصير، يعني الكل يا انتقال أو لا شيء، ما يصير انتقال طبعا حتى لو كانت استجابة بسيطة ولكنها ناتجة بردة فعل وانتقال. نعم، خطوات مرور الحافز العصبي في الليف العصبي راح تكون جهد الراحة،
جهد الفعل ونهايات جهد الفعل. إذن ماذا يحدث في جهد الراحة؟ لسه نتعرف عليه، وبعدها نأخذ جهد الفعل ونهايات جهد الفعل. لكن تذكروا أنه جهد الراحة، جهد الفعل يحتاج إلى طاقة، وهي طاقة الـ ATP التي تحدث أو تخزن داخل الجسم لعمليات الحركة وغيرها. نعم، آلية عمل الأيونات اللي يعتمد عليها قلنا أيونات البوتاسيوم والفلوريد والصوديوم في جهد الراحة. ماذا يحدث في حال جهد الراحة؟ أنه خارج الخلية العصبية، تعرفون هنالك الخلايا الدبقية، هنالك سائل خارج الخلايا العصبية يحتوي على تراكيز عالية من الصوديوم والكلوريد، بالمقابل هنالك تراكيز واطئة من البوتاسيوم. أما في داخل الخلية العصبية فبالعكس. ماذا يعني بالعكس؟ هنالك تركيز عالي لأيونات البوتاسيوم وتركيز واطئ لأيونات الصوديوم والكلوريد. نعم، قد يصل أيونات الصوديوم خارج الخلية إلى ما يقرب من 10 أضعاف تركيزه داخل الخلية حسب المنبه أو حسب جهده، هل يكون هو جهد راحة أم جهد فعل، يعني إنتاج حركة. يكون غشاء الخلية اللي هو يا خلية الخلية العصبية، من متكون الخلية العصبية؟ متكونة من تشجرات ومحاور. الخلية العصبية الوحدة تشجرات لكن محور واحد، هنالك في المحور غشاء الخلية شيكون اللي هو يغطى بغلاف نخاعيني. إذا تتذكرون أنه هذا غشاء الخلية يكون اختياري لأيونات البوتاسيوم عبر الغشاء، يعني حسب احتياج الخلية للبوتاسيوم راح تدخل أيون البوتاسيوم أو ما تدخله. أما نفاذية الصوديوم فتقترب من الصفر. لماذا تقترب نفاذية الصوديوم من الصفر في حالة الراحة؟ ماذا يحدث؟ نعم، خلينا نشوف بقى هذا جهد الراحة. خلينا نشوف بالبداية هذه الخلية العصبية، هذه التشجرات التابعة للخلية العصبية، هنا نواتها وهنا سيتوبلازمها، ولكن هذا المحور لكل خلية تشجرات مع محور واحد. المحور شوفوا مقطع صغير مكبرينه هنا، هاي منو؟ هذه أنبوبة أو غشاء المحور. ماذا تحوي؟ تحوي الأيونات الموجبة والسالبة. منو هي هذه الموجبة؟ هذه الصوديوم. منو السالبة؟ هذه الكلوريد. شوفوا الفولتية انتبهوا عليها، 65 تسجل هذه الشحنات في حالة الراحة. شوفوا مدخل قناة البوتاسيوم، هذه قناة الصوديوم وهذه قناة البوتاسيوم، هذه البوتاسيوم وهذه قناة الصوديوم. شوفوا المدخل، شوفوا خارج المحور يكون هنا شنو البوتاسيوم؟ يكون في خارج المحور يكون قليل، لكن بالداخل تنعكس العملية. بالمقابل أيونات الصوديوم والكلوريد تكون كثيرة. وين؟ في حالة الراحة. نعم، فسر اقتراب. قلنا الصوديوم لماذا يقترب من الصفر؟ لأن قنوات شبيهة، قنوات الصوديوم تكون مغلقة عندما يكون غشاء الخلية في حالة الراحة. شوفوا نرجع نشوف قنوات الصوديوم مغلقة، بعض مغلقة، هذا هو قناة الصوديوم، شوفوا هذه مغلقة في حالة الراحة، في حالة الراحة تكون مغلقة، لذلك يقترب من الصفر نفاذية. نعم، أما في جهد الفعل راح نشوف شلون تفتح هذه القنوات لولا تحصل عملية إزالة استقطاب، يا استقطاب للأيونات يا أيونات الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد. يتحرك الصوديوم شوفوا داخل المحور، يا محور تابع للخلية العصبية، يحصل أو يصل فرق الجهد الفعال إلى أعلى مداله، وصار فرق بالجهد لأن صارت حركة صوديوم وحركة بوتاسيوم. تعود نفاذية الصوديوم إلى طبيعتها شوكت من يصير راحة، من يصير راحة يعني يخلص الفعل يصير راحة، وتزداد نفاذية البوتاسيوم لفترة قصيرة ولمستوى الراحة، وهذا يعود إلى عودة فرق الجهد في حالة الراحة. صارت صوديوم دخول، صار بوتاسيوم، صار فرق جهد وعادت مرة أخرى. شوفوا هاي هنا في جهد الفعل المرحلة الثانية، شوفوا الفولتية صارت 40، شوفوا هنا هاي أيونات الصوديوم وهذا أيونات الكلوريد، شوفوا الصوديوم والكلوريد، انتبهوا إلى الموجب والسالب. شوفوا منهم فتح هنا؟ فتح قناة الصوديوم. لماذا؟ حتى تدخل إلى داخل المحور التابع للخلية العصبية، فتحت قنوات الصوديوم. وهنا شوفوا تركيز البوتاسيوم داخل الخلية هو أعلى من تركيزه خارج الخلية، لكن يبدي يرجع في مرحلة الراحة، هذا في جهد الفعل. نعم، نهايات جهد الفعل ماذا يحدث؟ شوفوا انتبهوا، انتبهوا للفولتية شون كانت بجهد الفعل؟ كانت 40. نهاية جهد الفعل
رجعت إلى 65، شوف الحركة هنا صارت سالب، موجب كانت موجب بسالب، وفتح يا قنوات نهاية جهد الفعل، فتحت قنوات البوتاسيوم حتى يطلع البوتاسيوم من داخل المحور إلى خارجي، لأن كان ازداد بجهد الفعل، هنا ازداد تركيزه، بدأ يطلع البوتاسيوم حتى يتوازن، وانسدت أو انغلقت قنوات الصوديوم مرة أخرى، عادت إلى طبيعتها في حالة الراحة اللي هي نهاية جهد الفعل. نعم، تحصل في هذه المرحلة إعادة استقطاب، شوفوا مو إزالة استقطاب، لا، إعادة استقطاب، عندما تفتح مداخل البوتاسيوم وتتحرك أيونات البوتاسيوم خارج المحاور اللي محاور الخلية العصبية. مضخة الصوديوم، ما هي مضخة الصوديوم؟ هي عبارة عن وحدات معقدة من البروتين والتي توجد مطمورة في غشاء محور الخلية العصبية. نرجع، إذن هي مو وحدة متكونة مضخة الصوديوم، وإنما وحدات معقدة. لماذا معقدة؟ لأن وحدات أكثر من وحدة من البروتين، يعني يدخل في تركيبها البروتين، والتي توجد مطمورة. ما معنى مطمورة؟ يعني في داخل خلايا أو في داخل أغشية محور الخلية العصبية بالداخل، وين؟ بالمحاور، لأن يحتاجوها نانا، هو الشغل كله بالمحور. وتحتاج كل مضخة إلى الطاقة المخزونة، يا مخزونة قلنا الـ ATP بشكل أدينوسين ثلاثي الفوسفات، لكي تستطيع أن تنتقل من داخل الغشاء إلى خارجه. شوفوا، تحتاج إلى طاقة حتى تنقل منه الصوديوم من داخل الغشاء إلى خارجه، تسمى بمضخة الصوديوم. أهمية مضخة الصوديوم، مع كل إيعاز عصبي، كل حافز عصبي يمر يحتاج إلى انسياب أيونات الصوديوم، إذا تنساب أيونات الصوديوم إلى داخل الخلية العصبية، وعلى الرغم من كميتها القليلة إلا أن حركة ذلك العضو أو الجسم يحتاج إلى أيونات الصوديوم، يعني لو تتحرك لو متحرك، كمية قليلة أوكي، بس هي تتحرك. نعم، علاقة أيونات الصوديوم والبوتاسيوم، شنو علاقتهم؟ أخذنا إحنا قلنا جهد الفعل، الفعل، نهاية جهد الفعل، تناولنا صوديوم بوتاسيوم، صارت الفولتية، صار استقطاب، صار جهد فعل، شنو صار هنا علاقتهم؟ هل إنه علاقتهم طردية عكسية أم ماذا يعني علاقة الأيونات الصوديوم والبوتاسيوم؟ خلنا نشوفها. علاقة أيونات تتزامن، نعم تتزامن عملية ضخ أيونات الصوديوم إلى الخارج مع عملية نقل أيونات البوتاسيوم. إذن هنا كل ما يصير ضخ أيونات صوديوم للخارج نحتاج إلى دخول أيونات بوتاسيوم إلى الداخل، لكن هل هي عملية متساوية؟ وهي عملية ليست متكافئة أو مكافئة. لماذا هي عملية ليست مكافئة؟ مو هنا مو قلنا ايونات، كل ما ايونات الصوديوم تخرج تدخل ايونات بوتاسيوم، لكن مقابل كل 3 ايونات من الصوديوم تخرج تقابلها دخول ايونين من البوتاسيوم. ركزتوا انه هي عملية غير مكافئة. ما معنى غير مكافئة؟ حيث مقابل كل 3 ايونات تخرج من الصوديوم تقابلها دخول ايونين من البوتاسيوم. ولهنا إن شاء الله ينتهي درسنا، مثل ما وضحت لكم هي شحنات يعتمد عليها انتقال إيعاز العصبي، وإن شاء الله بالدروس القادمة راح نتوسع أكثر ونشوف شلون يصير انتقال إيعاز العصبي باللافقريات والفقريات. نأتي إلى فقرة مراجعة المعلومات، خلينا نراجع درسنا بشكل سريع ومختصر، وهو انتقال الإيعاز العصبي، حيث تناولنا تعريف الإيعاز العصبي، وكنا هو رسالة عصبية كهروكيميائية، أي تحتاج إلى شحنات وتفاعل كيميائي حتى تنقل لنا الإيعاز العصبي ما بين الخلايا، وهنالك آليات لنقلها، وهي تولد الإيعاز العصبي وانتقاله على امتداد الليف العصبي، وانتقاله أيضا بين خليتين عصبيتين متجاورتين. هناك خطوات لنقل الإيعاز العصبي أو الحافز العصبي، وهي جهد الراحة وجهد الفعل ونهاية جهد الفعل. في جهد الراحة راح نشوف تركيز أيونات الصوديوم والكلوريد في يكون
بالسائل اللي يكون يحيط بالخلايا العصبية يكون تركيزه عالي، لكن بالداخل بالمقابل تركيزه يكون واطئ، لكن بداخل الخلية تركيز البوتاسيوم راح يكون على العكس، وين الطاقة تكون أو الفولتية تسجل 65. وهذا العمل يتم في محور، في غشاء محور الخلية العصبية، والذي يكون غشاء تناضحي أو اختياري لدخول أيونات البوتاسيوم. أما في جهد الفعل فصير عملية استقطاب وفتح قنوات الصوديوم وأيضا تحريك قنوات البوتاسيوم. أما في نهاية جهد الفعل فراح تفتح قنوات البوتاسيوم، ما يؤدي إلى خروج البوتاسيوم من داخل الخلية بعد ما كان تركيز عالي إلى الخارج، وعودة استقطاب مرة أخرى. وأخذنا أيضا أهمية مضخة الصوديوم، والتي تكون متكونة من وحدات بروتينية معقدة محتاجة إلى ATP طاقة حتى تقوم بفعلها وعملها. وأخذنا علاقة الأيونات البوتاسيوم والصوديوم، حيث أن كل ثلاثة أيونات تخرج من الصوديوم تقابلها دخول أيونين من البوتاسيوم، وهو راجع إلى مضخة الصوديوم. إن شاء الله فهمت الدرس، أرجو من الله. ونذهب إلى أسئلة التقويم مباشرة، واللي تقول أعطي مفهوم الحافز العصبي وأشرح جهد الراحة. جهد الراحة شرح ووضح العلاقة بين أيونات الصوديوم والبوتاسيوم. أما الواجب البيتي راح يكون تطور الجهاز العصبي إلى الجهاز العصبي المركزي. وشكرا لحسن استماعكم، واستودعكم الله في أمان.